سلام البنات، نرحب بكم الكل. متنساوش تعملوا لي اشتراك انتم اللي دخلتوا جدد، تضغطوا على لايك لا فيديو باه يوصلكم كل ما هو جديد. اليوم ان شاء الله كما قاعدين تلاحظوا في الصور عندي لكم سيربريز اللي هي فوندون وشوكولا. كما قاعدين تلاحظوا طريقه سهله وبسيطه ومذاق ولا اروع لعشاق الشوكولا، راح يستمتعوا بالوصفه تاع اليوم. انا نتمنى لكم مشاهده طيبه للفيديو ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله عندنا وصفه راح نديرها مع بعضنا اللي هي الفوندون او شوكولا. كلي السايحه في الوسط هذيك اللي احنا نحط الملعقه وهي تخرج لنا الشوكولا في الوسط. في المقادير تاعنا عندنا زوز بيضات، عندي هنا 75 غرام سكر غلاس سكر ناعم. هنا سكر ناعم راح تجينا 3 ملاعق كبار بومبي، يعني الملاعق هذوك الكبار اللي يهزوا 22 غرام. نعمروهم مليح نديروهم بومبي. عندنا هنايا 35 غرام فارينة، كذلك راح تجينا مغرف بومبي ونصف تاع المغرف اللي تحب تكيل بالمغرف هنا، يعني هي من الافضل انكم تكيلوا بالميزان، اللي عندها الميزان تكيل بالميزان. عندي 100 غرام تاع زبده و100 غرام تاع شوكولا سوداء، شوكولا تكون نواغ. اول حاجه راح نديرها راح نحطوا الزبده مع الشوكولا او بان ماري مع بعضهم يذوبوا. نحطوا الزبده مع الشوكولا ونديهم انا اوباماغي يذوبوا تماما. نجيبوا وعاء نحطوا فيه الزوز بيضات تاعنا هذا، ونحطوا معاهم هذاك السكر غلاس 75 غرام قلت لكم. نجي انا نصيره دائما نصيره، ما يعني ما ننساوش. شوفوا تكتلات كيفاه، كل ما نصيروش مش راح تنجح الوصفه تاعنا. نحطوا الكميه كامله تاع السكر مليح، يعني احنا قايسين بالجرام مدابية جرام ما يروح. ونخلطوا المواد هذه كامله جيدا. يعني خلطته جيدا. الان واش نعمل؟ نجيب لك الشوكولا اللي كنت ذوبتها مع الزبده كما قاعدين تشاهدوا، ونخليوها يعني تبرد ما نحطوهاش وهي سخونه، ونضيفها على الخليط تاعنا هنا مع التحريك بيان سور. نخلطوا الخليط تاعنا جيدا، ونجيو نضيفوا هذيك الفارينه اللي قلت لكم 35 غرام بالضبط، يعني اللي ما عندهاش الميزان كاين هنا المغارف راهم يتفرقوا، كاين اللي صغيره تهز 15 غرام وكاينه اللي كبيره تهز 22 غرام. هنا يعني لازم تكونوا تعرفوا المغرف تاعكم اذا كبيره ولا صغيره، يعني باه ما تتخربطوش في الجراماج تاع المولتن كيك تاعنا. خلطوا ندخلوا هذيك الفارينه جيدا، نتحصلوا على خليط يكون بهذا الشكل، يعني سائل هو نوعا ما. حصلنا على الخليط هذا. الان واش نعمل؟ نجيبوا لي غامكان تاعنا اللي رايحين يدخلوا للفرن. انا اخترت لي غامكان هادم، شوفوا هنا واش درت. درت لهم الزبده، دهنتهم بالزبده وسبودريت فوقهم الكاكاو كما قاعدين تشاهدوا. تقدروا
تحطوها يعني في مول يكون كبير واحد، بصح واش هو لازم يكون غارق ولا فرديه كيما اخترت انا نديرهم في المول هذا الفرديه. رايحه نفرغ الخليط تاعي يعني فوق النصف قليلا، خاطرش هو رايح ينتفخ. ما نعمروهمش، نكمل نحط يعني كمية تاعي كامل في هذا الليمون كما قاعدين تشاهدوا. بالطريقة هذه، والآن ندخلوهم للفرن. الفرن تاعنا يكون مسخن من قبل 4 ساعة 200 درجة، من بعد احنا نرقلوه 180 درجة وندخلوهم 10 حتى 11 دقيقة على الأكثر باه تنجح الوصفة تاعنا، يعني يكون تفوت الوقت هذا راح تولي لكم كيكة عادية ما يوليش مولتين كيك. ها هو الفوندان تاعنا او شوكولا خرجته من الفرن كما قاعدين تشاهدوا فيه، ينتفخ قليلا يحكم روحه. نجي ونقلبوه، حنجيب صحننا نحطوه بالشكل هذا يعني يتقلب فاسيل ما. كما قلت لكم انا خذالي 11 دقيقة بالشكل هذا. الان انا راح نزينه بالسكر غلاس ونرجع لكم نشوفوه مع بعضنا. وهذا هو الفوندون او شوكولا تاعنا واجد كما قاعدين تشاهدوا فيه. انا هنا زينته بالسكر غلاس، يعني حطيت هذوك القبايل تاع السكر غلاس وزينتهم كما قاعدين تشوفوا، شكله جا رائع. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. الان نمروا نشوفوا الفوندون تاعنا من داخل كيفاه جا، يعني اللحظه الحاسمه. نشوفوه مع بعضنا جا من داخل. شوف جا رائع، يعني لعشاق الشوكولا راح يستمتعوا بالوصفه هذه. مولبة في الفم، يدوب في الفم. انا هنا ما قدرتش نقاوم، يعني قسيت لكم واحده اخرى تزيدوا تشوفوها كيفاه. شوفوا كيفاه يسيح هذاك الشوكولا اللي تجي في القلب، يعني حاكم روحه من برا، احنا نحلوه والشوكولا تخرج تسيح. انا نحبه كيما هكا، يعني لو طون دو كويسون 11 دقيقه يجينا هكا، كون نزيدو له 12 دقيقه راح نلقاو القلب تاعو بدا ينشف. 10 دقائق يعني انتم تحلوها هي تسيح خلاص. انا نحبها هكا شويه يعني حاكمه راحه. نتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وانا نوعدكم بالمزيد ان شاء الله من الوصفات اللي راح تعجبكم وراح تفرحوا بها عائلتكم. ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، وسلام.